صف السراياب تهتفت نادي تهتفت نادي بحماك بحمرك مفتدى بلادي مفتدى بلادي صف السراياب تهتفت نادي بحماك بحمرك مفتدى بلادي صف السراياب تهتفت نادي بحماك بحمرك مفتدى بلادي الوطن انت لوحدك وتزور بين عمامتك الوطن انت لوحدك وتزور بين عمامتك بحماك بحمرك مفتدى بلادي بحماك بحمرك مفتدى بلادي صفت سرايك بعزم والله بعزم وسبقت للكوفة ثوب الجفن ابن الولي طيب السمر ملفوفة طيبة وحدة ضربات الجدم طول الوقت في بغداد عموما وفتحنا مكاتب في بغداد يعني اطلقنا حمله انه نكرم الشخصيات اللي خدمت الاعلام العسكري سرايا السلام وخدمت اهل البيت وخدمت ذاك الخط الشريف خط التيار صدري الله يحفظهم واليوم احنا ملا احمد الشمري يعني حقيقه من الشخصيات اللي تعتبر من الخط الاول اولا من خلال ناشيده من خلال كلماته ذاك يعني من الانتفاضه الاولى والثانيه كل هذا الشيء احنا اقل شيء قد يوم جنابك انا خليك اخوتي اليوم مدير مكتب الشعائر الشيخ علي بن فالح الصيهود احد شيوخ ابو محمد الشيخ بدر العاشقي وبعد هو الشيخ الاواشق العام مال بياع اخوي احمد حسن المالكي والساده اخوتنا شويلات اليوم كوفد احنا لازم نقدم لك شهاده تقديريه على اعمالك والله هذا شرف والله الله يعزك اليوم من الداخل يقول هم قل الناس اللي جات تصالح فيه صحيح وهذا يعني انت هذا قليل بحقنا والله احنا ما منخين هو هذا طريقنا ان شاء الله ان شاء الله اولا انتم يعني الناس انتم ناس تعتبرون اول خط انا اصلا انا صغير واسمع صفقه هذا صفقه السرايا نعم حقيقه الله وفق عملك وجاهد وطني مجاهد هو توفيق الحليف اخوي ابو احمد ما قلت له ان شاء الله هو هذا اقل شيء اللي نمله احنا شيء نقدمه شيء شرف كريمي لمسيرة الجهاديه شرف اليوم ان شاء الله جايينك وسلمتك شرف ومشكور انت هذا العمل اللي عملته من البدايه لحد الان والنعمه ايوه جناب الشيخ سيدنا ابو القاسم محمد الله محمد جاء في كتاب الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله الخمسين صدق الله العلي العظيم الآية طويلة احنا لكن نقتصر احترم الوقت قصير من هذا الأمر فاحنا حقيقة ملا العزيز احنا هذه الشهادة التقديرية قليلة بحقنا واحنا نشكر جهودك هذه المبذولة من أجل رفع اسم المقاومة ومن أجل رفع الصوت الحسيني كذلك فاحنا نشكركم وجزاكم الله ألف خير ورب يوفقكم جاه محمد وعلى أنا شاكر لوجودكم وجيدكم وهاي عطاء احنا بخدمة الله شاهد ورسوله والنعم الله يبارك احنا هم اليوم نسمع فشي من الملك الله عز وجل ان يديم هاي الخوة اللي الله يسلمك ويديمكم لهذا العمل الخير الله يبارك فيكم ويحفظكم ان شاء الله ويبعد عنا هذا الوباء عن الجميع وعن شعب العراق جميعا ان شاء الله بركه محمد وال محمد اي والله والتوفيق هو موجود ان شاء الله ما دام حبال الصدر ان شاء الله زين وحبال البيت موجود وسيد بعد بيد بركه الله يعزك والله والنعم احنا ملنا للتنويه فقط احنا ديواننا هذا متكون من عده وعدد فاحنا نقدر نجيب المشايخ والوجهاء لكن مثل ما تعرف انت شويه الحظر التجوال والوضع اللي وجاي مرور بهذا الوضع مال وباء فاحنا تعذرنا خاف على العدد هذا بالعكس الله شاهد ورسوله فاحنا ولا العدد مالنا ان شاء الله كله الشيخ علي بارك الله احنا هذا احنا ترى هاي جهه قليله بحقه والله الله شاهد ورسوله الله شاهد بالغترام خلي يتغطى وينام
واسرائيل تحلم بالتغيده. قلوله 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 ابو هاشم تارس القاع والنعم. قلوله ابو هاشم تارس القاع صقر ويدور دوار الطريده ويا ابويا الحشد لو دق الانذار قول اكتملت جيوش العقيده والنعم. يا ابويا الحشد لو دق الانذار قول اكتملت جيوش العقيده وعلي بكيات متعلل الفلسطين تقبض غزه بغداد الجديده قلب برايا ثابت للسرايا وبعد بحيل واقف للسرايا أنا نص من قلبي أنطي للسرايا لخوت وللسرايا عداك والله بحيرة يوم خليها يعداك والله بحيرة مثل البطل عباس شايل غيرة مثل البطل عباس شايل غيرة يا بطل مثلك نور ضوى الكوفة وراية محمد رفرفة بجفوفة ندر المراجل والعزم موصوفة عند اللي يحط بعداه رجفة وخوفة مثلك بطل ما صار لا مشاي من عنده صار الخوف يرجب خاي لو قصد ديرة الخوف يقصد ديرة لو قصد ديرة الخوف يقصد ديرة شاعرين خلونه كل الجميل وأحلى من يقرونه عن شاعر تعنه يصدق ظنونه من قبلك طفر شكر بعيونه ما اعتقد مولاي وجه شافك والشكر هذا الصور من اشتافك جننت وجهك سيد من الديرة جننت وجهك سيد من الديرة صف السرايا تهتف تنادي بحماك بحماك مبتدى بلادي وطن انت لوحدك وسور بين امامتك بحماك بحماك مقتدى بلادي محمد وعلي محمد عجل فرجهم ولعن عدوه. انا بعثت من اخوتي شيخ بن ابو احمد سيدنا بكبارك مولاي تفضل. نحن ابو اسم ديوان شيوخ وجال اشعار رافية المقر العام بغداد نتقدم بجزيل الشكر والتقدير الى خادم آل البيت وخادم آل الصدر يعتبر من الشخصيات اللي جاهدت من الفاضل الاولى لحد يومنا هذا الا هو المنشد احمد الشمري صلى الله الموفقيه بحق محمد وعلي الجميع ان شاء الله. وانا باسم اخوتي شيخ الجن شيخ الاواشي والشمري بالمودة شيخ بيصي صلى الله الموفقيه بحق محمد وعلي توفيق للجميع ان شاء الله. الله يحفظك الله يسلمك الله يحفظك. استخدمنا صور بعد روحي الصوره صور.